يقول: ما تفسير قول الله سبحانه إن شانئك هو الأبتر؟ ما معنى الأبتر؟ لأنهم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رجل أبتر ليس له ولد، إذا مات يبي ينقطع ذكره، يبي ينقطع ذكره إذا مات عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر الذي ينقطع ذكره ولا يعرف بعد موته، أما الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسيتصل ذكره إلى يوم القيامة. نعم.